ينضم إلي من دير البلح محمد أبو ناموس مراسل الغد. محمد أهلا بك، كنا نتابع هذه المشاهد لأثار الدمار للقصف المتجدد اليوم على دير البلح. يعني لو تضعنا في صورة الوضع لديك اليوم، هل هناك تحديثات على أعداد المصابين وأيضا الشهداء؟ تفضل. بالطبع التحديث لا يتوقف مع استمرار الغارات الإسرائيلية، ففي كل لحظة هناك شهيد جديد وفي كل لحظة هناك استهداف إسرائيلي جديد، ولا نتحدث عن شهيد أو اثنين، نتحدث عن شهداء مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف على قطاع غزة. انتصار هذه الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي كانت على منزل في مخيم النصيرات، إذ أن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارت دون سابق إنذار أو تحذير على أحد منازل المواطنين بمخيم النصيرات وهو المنطقة الغربية لوسط قطاع غزة. هذا الاستهداف والذي حتى هذه اللحظة لم تصل سيارات الإسعاف التي وصلت إلى المكان، لم تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى لكي نعلم طبيعة هذا الاستهداف، ولكن هذا الاستهداف ليس الأخير، وإنما هناك استهدافات عدة كانت على مدار الساعات الماضية على وسط قطاع غزة، لا سيما وأن هذه الاستهدافات كانت مثلا في دير البلح في شارع الحكر على منزل يعود لعائلة اللوح، نتج عنه استشهاد أحد المواطنين وإصابة عدد آخر، إضافة إلى ذلك كان هناك استهداف إسرائيلي آخر في مدينة دير البلح بالتحديد في منطقة شارع السلام، حيث أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على أحد منازل المواطنين، يعود هذا المنزل لعائلة الكرد ونتج عنه أيضا شهيد وعدد آخر من المصابين، كما أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات ونتج عنه 5 شهداء وعدد آخر من المصابين. المدفعية الإسرائيلية وربما منذ في لحظة بداية حديثي الآن استمعنا إلى صوتها وهي لا زالت مستمرة بإطلاق قذائفها باتجاه منازل المواطنين على المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة، حيث أن هذه المدفعية لم تتوقف عن استهدافاتها على مناطق مختلفة في وسط القطاع مثل مخيمي المغازي والبريج، وأيضا مثل استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقرية المصدر بواب الكثيف من هذه القذائف على مدار اللحظة خلال الساعات الماضية، كما أن المدفعية ذاتها قامت باستهداف ما يعرف لدى الفلسطينيين ببركسات الوكالة، وهي المستودعات الخاصة بتخزين المواد التموينية والمعونية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للنازحين الفلسطينيين في مدينة دير البلح، ونتج عن هذا الاستهداف شهيدة وعدد آخر من المصابين. على حال الغارات الإسرائيلية لم تتوقف انتصار، إنما هي مستمرة، كما أن التحليق المكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع أيضا مستمر وبشكل متسارع في سماء قطاع غزة بشكل عام ووسط القطاع بشكل خاص. كل هذه الأحداث تأتي بالتزامن مع استمرار أيضا الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمالها، حيث أن قبل قليل كان هناك استهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة يعود لعائلة الأي، ووصل عدد من الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي وهناك عدد من المصابين، وكان هناك أيضا استهداف آخر لمنزل في منطقة جباليا البلد في بالقرب من معسكر جباليا، نتج عنه 7 شهداء وعدد آخر من المصابين. أيضا في مدينة غزة وشمالها لا تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن استمرار إطلاق قذائفها باتجاه شرق جباليا وأيضا شرق مدينة غزة بالتحديد على منطقة حي الدرج وحي الزيتون المناطق الشرقية لمدينة غزة. عم محمد، لنتحدث قليلا عن الوضع الإنساني داخل القطاع، يعني خاصة أنه نحن اليوم ندخل اليوم 6 من شهر رمضان، نتحدث عن توفر الغذاء والمؤونات الغذائية، خاصة مع الحديث عن المساعدات التي يعني تصل القطاع بالسبل المختلفة. يعني بصراحة انتصار ربما شهر رمضان هذا العام يختلف تماما في سابقاته عن مثل هذا الشهر في الأعوام الماضية لأسباب عدة، ولكن أبرز هذه الأسباب أن الناس قبل بدء شهر رمضان المبارك قد اعتادوا على الصيام نظرا لقلة الغذاء، وربما كان عدد من العائلات تقوم بتدريب أبنائها على الصيام بحجة أن شهر رمضان قد بدأ قبل بدء شهر رمضان لكي يصبح
يصبر أطفالهم على الجوع ومتاعب الجوع الذي يصاحبهم في ظل قلة الغذاء. نتحدث أيضا عن عائلات بأكملها لم تجد قوت يومها ما قبل رمضان، فما بالنا نحن نتحدث عن شهر رمضان الذي يحتاج فيه الصائم إلى السحور كما يحتاج إلى وجبة الإفطار، ولكن نظرا لعدم توفر الغذاء فلم هناك الكثير من العائلات لا تستطيع أن تقدم لا وجبة السحور ولا وجبة الإفطار لأطفالها، فيجبروا على الصيام دون هاتين الوجبتين ودون أن يكون لهم أي طريقة أو وسيلة أخرى يمكن من خلالها سد جوع أطفالهم الذي أنهكهم، ووصل عدد الوفيات بسبب سوء التغذية وقلة الغذاء في قطاع غزة إلى 27 حالة. من ضمن هذه الحالات نتحدث عن 21 شهيد قد قضوا نحبهم هم من الأطفال ضمن 27 شهيد الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية. هذه الأرقام لوحدها انتصار تشرح الحالة الإنسانية والوضع الإنساني هنا في قطاع غزة. بالمقابل نتحدث عن استمرار حالة النزوح في كل غارة إسرائيلية، يكون هناك أعداد جديدة من النازحين الذين يتوجهون إلى الميادين العامة، إلى الشوارع، إلى مراكز الإيواء، كما أيضا يتوجهون إلى المستشفيات كمستشفى شهداء الأقصى هنا حيث نتواجد. في كل يوم هناك نازحين جدد، في كل يوم هناك عوائل جديدة تكون بحاجة إلى مأوى لا تجد سوى الميادين العامة والخيام المهترئة لكي تكون لهم مأوى جديدة. هذه الأماكن هي غير مهيئة للآدمية ولا الحياة البشرية، إنما هي وضعت فقط لكي يكون هناك سترة إلى حد ما، حتى أن هذه السترة لم تعد موجودة في ظل تزاحم وتجانب واقتراب الخيام من بعضها البعض. إضافة إلى ذلك انتصار نتحدث عن هذه الخيام التي لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف، والجوع أيضا يأتي زيادة على هذه المعاناة. هي معاناة مركبة بالتأكيد، ولكنها أيضا هذه المعاناة تسجل مرة أخرى رسالة جديدة للعالم بأن هؤلاء الذين نزحوا قصرا لا يجدون في هذه اللحظات أبدا أي من يمكن أن يطعمهم أو يقدم لهم الغذاء أو الماء أو حتى الغطاء. نعم، جزيل الشكر لك محمد، حتى هذه اللحظة سنكون معك بالتأكيد لمتابعة آخر التطورات. مراسلنا محمد أبو ناموس من دير البلح.